أثناء تواجد أفراد فرقة الإقليمية للدرك الوطني بمرجة سيدي عابد بطريق الوطني رقم 4 الرابط بين بلديتي ودرعي ومرجة سيدي عابد وقيامهم بنقطة مراقبة، تم توقيف شاحنة قادمة من وسط البلاد، وبعد مراقبة الوثائق وتفتيشها تفتيشا أمنيا تبين أن صاحبها يحمل على متنها كمية معتبرة من المواد التبغية السجائر تقدر ب 124649 وحدة مموهة بالأواني المنزلية. كما تم توقيف سيارة سياحية التي كانت تسير أمام الشاحنة لفتح واستطلاع الطريق، تقدر القيمة المالية للسلعة المحجوزة ما يفوق 2 مليار. تم رفع جنحة تهريب سلع أجنبية الصنع ضد المعني، تم إنجاز محضر قضائي وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع تسليم محجوزات لمفتشية الجمارك لمستغانم، ويبقى الرقم الأخضر 1055 وموقع الشكوى المسبقة bpgn.mdn.dz لخدمة المواطن 24 على 24 ساعة.